أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لم تملك خياراً سوى تنفيذ تطوير جذري في منظومات النقل والسكك الحديدية. وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل أنه لو لم يبدأ التطوير مبكراً لزادت التكلفة أكثر من ذلك بكثير، حيث إن الأسعار العالمية تضاعفت. اللي احنا شفناه النهاردة واللي اتعمل ده هو جهد الدولة المصرية وجهد وزارة النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمة، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش طرف ابدا مننا ان احنا يعني نقول ايه ان ده ما كانش ممكن يتعمل. يعني ممكن حد يناقش يقول الاثنين تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجة تانية. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لا ما كنتش اقدر لو كنا احنا بنتكلم على ان احنا نجهز بلدنا اولا لخدمه مواطنيها ثم لخدمه الحركه بتاعه دوله عايزه تنمو ل 106 مليون دلوقتي يمكن اكتر. ازاي هنقدر نعمل ده واحنا الضروريات والاساسيات القديم كان يعني خرج من الخدمه مش كده يا كامل؟ طبعا. والجديد مش موجود خالص، فكان لابد ان احنا ننفق الانفاق الكبير قوي ده اللي ممكن يبقى فيه نقاش كبير قوي على ان يعني هل الوقت كان ممكن يبقى اطول من كده. انت قلت مثالين ثلاثه على التكلفه الماليه، ان احنا كان كل وقت بنقعده التكلفة المالية ممكن بتزيد، مش على قد التكلفة المالية عشان سعر الدولار اتغير في مصر، لا أنا بنتكلم على أن الأسعار العالمية تقريبا اتضاعفت. يعني الحاجة اللي كانت بتيجي ب 2 مليون دولار زي الجرارات اللي اتكلمت عليها بقت بأربعة وشوية. طب أنا النهاردة لو بجيب 100 جرار في 2 مليون يعني ب 200 مليون في 4 يعني 450 ولا بتاع، مش كده يا كامل؟ أيوة. أنا بس بقول الكلام دليل أن احنا ممكن أكون قلت الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه قبل كده كتير، لكن أنا بأكده إن هي ثوابت في إدارتنا للعمل، ثوابت في إدارتنا لعملنا.